انا وانت طيب بنقرب كل يوم اكتر واكتر من العيد آه. وعايزين بقى بالمناسبه ايام مفترجه من... كلها وايام كريمه اه طبعا طبعا ايام جميله و... 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 ونتكلم كمان بعد اذن فضيلتك في الجزء الاول من حلقه النهارده في موضوع برضو اكيد ليه علاقه بالتوقيت ده فكره الحج وتحديدا الارتباط اللي ما بين الحج وما بين الاستطاعه فكره ان حج البيت لمن لمن استطاع اليه سبيلا طب واللي غير مستطيع ده وضعه ايه؟ يعني عايزين ندور في فلك الحته دي كده ربنا يبارك فيك خلينا الاول نبدا الحمد لله رب العالمين والعاقبين المتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجه يا رب العالمين الحج سيدنا الامام الغزالي بيقول الحج عباده العمر وتمام الامر انزل الله عز وجل فيه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين عباده العمر وتمام الامر. عشان كده بيجي الحج اخر اركان الاسلام الخمسه. والعلماء لما بيتكلموا عن اركان الاسلام او الاسلام عموما يقولوا ان الاسلام ده فيه عبادات وفيه معاملات. العبادات منها العقليه ومنها الروحيه ومنها البدنيه. الحج بقى بيجمع كل ده. عباده عقليه طبعا في بتتفكر بتسير في الارض اثناء السفر وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في سارنك في الارض وفي السفر وعباده روحيه انك انت بتغذي نفسك روحيا باقامه هذه الشعيره العظيمه وعباده بدنيه لانه كلها اصلا قائمه على العمل البدني كلها قائمه على العمل البدني ولو بصيت في الحج هتلاقي ان الحج من الاعمال البدنيه الشاقه جدا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقرر بالاستطاع ليه لان الله سبحانه وتعالى لو لم يقرنه بالاستطاعه لفي مشقه على الام والاصل في الدين ان هذا الدين دين يسر طبعا والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على صحيح. مساله الحج لدرجه ان في أه في يعني اثر كده وان كان بعض العلماء جعل في هذا الحديث مقال إلا انا هقوله على سبيل الاستئناس يعني أي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه آه من وجد ساعه ولم يحج ان شاء ان يموت يهوديا او نصرانيا yeah. شوف الموضوع yeah. او كما قال صلى الله عليه وسلم yeah. للموضوع الموضوع خطير لانه تمام تتمه العباده كان الاسلام الشهاده طبعا. 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 الصلاه طبعا. طبعا. الصيام طبعا. الزكاه طبعا. الحج فبيجمع كل ده انت خلاص انت بت... فتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يجعل طبعا. تمام الدين او الانسان ينتقص من دينه ويختار لنفسه ديانه اخرى اذا لم يحج مش بس كده أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه هذا الامر يستحق ان الانسان يتوقف طبعا. عنده كتير ازاي ارجع من عباده واحده كيوم ولدتني امي لان هي خلاص تمام الامر اللي ما بيصليش مش هيفكر في الحج واللي ما بيصومش مش هيفكر في الحج واللي هو يعني ما بيزكيش مش هيفكر في الحج لا يفكر في الحج هذه العباده المشقه اللي فيها بذل مالي وبذل مادي بذل مادي وبذل بدني الا انسان عنده يعني قناعة تامة بهذا الدين وبأنه هو يحتاج إلى أن يتم أمره في هذا الدين حتى سيدنا أبو قتادة لما يقرأ كده في قول الله عز وجل حكاية عن إبليس لا قعدن لهم صراطك المستقيم بيقول إيه؟ يقعد لهم في طريق الحج كل ما تفكر في الحج يقول لك أنت لسه عايز تبني البيت عايز تغير العربية عايز تجوز ابنك عايز تجوز بنتك فيفضل في يعطلك عن مسألة الحج فتلاقي نفسك قعدت وما تفكرش في الحج والحج كله منافع اول حاجه لو بصيت كده في, في مساله الحج هتلاقي ان في رمز للوحدانيه والتوحيد انه انت بيت واحد اللي هو الكعبه المشرفه الله سبحانه وتعالى شرفها وكرمها بقبلة المسلمين فيها رمز للتوحيد ومساله الرمزيه دي امر متعارف عليه عموما يعني يعني لو بصيت ان هتلاقي ما في دوله في العالم الا ولها علم بيرمز ليها فالكعبه هي رمزيه الايه؟ الاسلام ورمزيه التوحيد، هذا البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم جعل جعله مثابه للناس وامن. وفي القران الكريم جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس، ايه قياما للناس؟ يعني فيه منافع لهم. في منافع بيشهدوا فيه منافع. في امر دينهم وفي امر دنياهم، في امر دينهم إن هم يتموا الشعائر الاسلاميه ويتموا الحج وفي امر دنياهم سواء كان بالحج او كان بالامان في في المكان نفسه او بالتجاره فيه. لو بصيت للحج هتلاقي ان ان الحج فيه وحده الامه مش رمز للتوحيد بس ده فيه وحده الامه، يعني متخيل كده ان اخوات اخوات عمرهم ما تقابلوا خالص. ده يعني ده مهم جدا في استحضاره في مساله الحج. بين العالم المختلف اه اخوان طبعا. اخوات ما بيتقابلوش، هيكون في بينهم ود؟ ابدا. فالله سبحانه وتعالى يشرع لهم هذا الايه؟ هذا الموسم من الحج حتى يلتقي الناس من من العالم كله فيتعرفوا على الثقافات، يتعرفوا على بعض، ويشعروا بوصل بي الاخوه الحقيقيه. ده متحقق في الحج. تلاقي في نظام في الحج متحقق فيه النظام. لأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل أشياء موقوتة في ميقات زماني وفي ميقات مكاني شيء في مك المكان اللي بيصلح في المكان ده لا يصلح في المكان ده صحيح. يعني المكان ده تلاقي الناس بتتقاتل عليه في توقيت معين مم. وفي مرة تانية تلاقي المكان فاضي في حد بيتقاتل عليه مم. ففي عبادة مخصصة لمكان معين وفي زمان معين بتوقيت كل في كل شيء منظم إنك تجد الله سبحانه وتعالى يجعل مسألة اللباس كلها متساوية مم. وفي توقيت معين تجد التوقيت مثلا تقدم على الكعبة فتلاقي نفسك ما ينفعش تدخل الكعبة غير لما تتهيأ نفسيا بأنك أنت تحرم من الميقات بتاع بلدك وتتهيأ لحد ما توصل عند الكعبة نفسها فكل دي من الأمور اللي بتحتاج إلى نظر ليه الحج بهذه المكانة العظيمة لأن الحج تمام أمر الدين عشان كده في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن يوم عرفة بيقول ما وجد الشيطان أدحر ولا أصغر منه في 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 يوم عرفة يعني يوم عرفة ده حتى الشيطان نفسه بيبقى ليه وضع خاص معاه ليه لما يرى من تنزل الرحمات وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن الشيطان أنه هو أضحر ولا أصغر شوف هذا الدحر وهذا, وهذا الصغر والتناهي في الصغر وال والحسرة اللي بيكون فيها الشيطان نفسه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها إلا في مثل هذا اليوم ليه؟ لما يرى من الرحمات التي تتنزل يسمع ده بيدعي بحسن الخاتمة مع, مع ما عنده من ذنوب ومن عجر ومن بجر ومن يعني أفات القلوب يطلب من ربنا سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وندم ويشوف ده بيطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمات تتنزل عليه فبيعني بي وده بيذكر وده بيستغفر وده بيدعو رحمات بتتنزل من الله, <تصفيق> <عشتطة> <تصفيق> <أكيد> <تصفيق> من الله سبحانه وتعالى رحمات من الله سبحانه وتعالى فتلاقي ان برضه من المظاهر الجميله جدا في الحج مساله الذكر في توحيد حتى في الذكر يعني شوف انت خارج خارج موسم الحج وخارج الاحرام انت مباح ليك كل الاذكار فتدعو تذكر الله سبحانه وتعالى بكل باي ذكر تدخل في الاحرام تلاقي هو ذكر واحد مم. ثابت الكل يرتفع يعني صوته به لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك ففي هتاف واحد موحد الكل بي ملتزم به والكل بي يعني بيؤديه بي بي بصدق طيب انا عايز ارجع بقى مع فضيلتك واسف للمقاطعه بس عشان برضو ايه ال الوقت ما يسرقناش في التفصيله دي انا كنت استهليت معاك الكلام بان احنا عايزين نتكلم على حته الاستطاعه تمام. من لم يستطع ايه وضعه اولا من تيسير الله سبحانه وتعالى ان هو قرر بالاستطاعة زي ما انا تفضلت وقلت لحضرتك كده طب ايه حدود الاستطاعه في استطاعه بدنيه واستطاعه ماليه استطاعه بدنيه واستطاعه ايه ماليه يعني انا عندي قدره ان انا اؤدي المناسك خصوصا في هذه الايام طبعا السفر في مشقه وان كانت قلت يعني مشقه السفر الا ان في مشقه في اقامه ال الشعائر نفسها والمناسك بتاعة الايه؟ الحج سواء كان في الطواف، سواء كان في السعي، كان في رمي الجمرات، كان في الوقوف في المبيت بميناء او في الوقوف بعرفه كل دي مشقه فالانسان اللي ما لما يقدرش يروح فخلاص، هل بيسقط عليه؟ فممكن يكلف حد تاني بالحج عنه، خلاص ما في في بدايل. فيعني انا دلوقتي مش قادر اروح فخلاص انا بدني سقط عنه مم. ان هو الاداء نفسه. بس قدراتي الماديه تسقط لكن قدراتي الماديه تسقط اوكل حد. فأوكل حد يروح عني. لإن دي فريضة أصلا صارت في حقي فريضة وخصوصا انت بنقول لحد لما حد يكلمني مثلا وأقول له تعمل كده خصوصا إذا مرت عليه قبل كده سنوات عنده استطاعة بدنية وعنده صحة وعنده عافية وفي استطاعة مالية فهو خلاص أنا قادر دلوقتي إن أنا أروح وما رحتش فهو الآن في الفترة دي كان مرتكب ذنب إنه خلاص ركن من أركان الإسلام أنت لم تؤدي زي بالظبط اللي ما صلاش أو ما صمش أو ما زكاة فتبت لما كبرت في السن ان شاء ربنا سبحانه وتعالى انت تكبر في السن او انسان يصاب مثلا بشيء في جسدي فيمنعه من الحركه فيتذكر في هذه اللحظات ان هو قصر في حق الله سبحانه وتعالى وما اداش فرض من الفرائض او ركن من اركان الاسلام فهنا بيتذكر في اللحظه دي بنقول له ان من توبتك ان انت تعمل ايه؟ تخلف حد ايه؟ يحج عنك. والتوكيل ده أو الإنابة دي لازم تبقى من من مثلا من أهل البيت ولا ممكن أي شخص؟ لا أنا بتكلم لا أي شخص أي شخص أي شخص, شخص بيروح اللهم, اللهم إيه لبيك اللهم حج عن فلان وبيذكره بالاسم وبيحج عنه <applause> وده زي ما بيقولوا كده والمكلم تبقى هو كمان حجة بالمناسبة؟ هو أولا العلماء اشترطوا إن هو اللي بيحج عن غيره لازم يكون حج عن نفسه آه آه طبعا بخلاف آه 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 كل اسقط الفريضه عن نفسه الاول وفي خلاف بين العلماء في هذا الامر يعني ولكن الراجح فيه أنه هو لازم تحج عن نفسك ايه اولا تسقط الفريضه عن نفسك وبعد كده تحج عن ايه عن غيرك آه فبيكلف فبيك حد يحج عنه، ده استطاع الايه؟ البدنيه، انا خلاص والتكليف ده شامل كمان دفع كل انت خلاص انت بتتحمل كل نفقات السفر، أوكي. ده رايح أوكي. اصلا يحج عنك زي ما بينتدب يعني غادي. انا مسافر طبعا ايوه وده برضه يعني عشان الناس اللي بتسال ازاي الواحد يتوب من ذنب زي ده لانه ده ذنب كبيرة من الكبائر. طيب في الاستطاعه الماليه، طب الاستطاعه الماليه ما طبعا أوكي. انت شايف تكاليف السفر اصلا والحج باهظه يعني تكاد يكون النادر جدا اللي هيجب عليه الحج ومع ذلك حرص المسلمين وكثير جدا من المسلمين حريصين على هذه الشعيره اللي بيقعد يجمع القرش على القرش والله بجد الواحد بيشوف يعني احوال أوكي. واللي يروح يدور على طريقه يعني يروح أو. مثلا يشتغل عامل ولا حاجه بس المهم ان انا ايه اؤدي هذه الفريضه وان انا اتم هذا الركن من الاسلام فهذا ركن عظيم حرص الناس عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله مع ان ربنا سبحانه وتعالى اسقط عنك الفريضه لكن حرصه على اتمام هذا الامر فالواحد بيتعجب ازاي واحد بيكون عنده المقدره ويتكاسل او يتباطا ولكن هو والله اصطفاء من الله سبحانه وتعالى فالواحد يكثر من هذا الدعاء اللهم يعني اوفدنا عليك حجاجا ومعتمرين أمين. هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين أمين يا رب العالمين هنتكلم يعني بقى دلوقتي عن ملف مهم جدا وحمله ومبادره مرتبطه ارتباط شرطي بالتوقيت ده بصفه خاصه طبعا انا بكلم حضراتكم عن صك الاضاحي تعالوا ناخد فكره مبدئيه عن المبادره دي من خلال التقرير ونرجع نعرف حضراتكم كل التفاصيل تفضل تعودنا معاكم على الفرحة تعودنا معاكم على السعادة تعودنا معاكم على ادخال السرور على قلب كل مسلم والموسم ده تحديدا ادخال السرور فيه مختلف عن اي موسم تاني لان ده موسم الناس بتستنى من السنة للسنة حضرتك النهاردة هتتقدم لمؤسسة نبض الحال التبرع بسك خاص بالاضاحي سك الاضاحي معانا عجول بقري بلدي بنسعى ان احنا نوفر افضل لحم وافضل وزن وافضل نسبة تصفية فالنهارده احنا الأضاحي اللي معانا كل متوسط الاوزان بتاعتها حوالي من 400 ل 410 ل 420 كيلو، نصيب كل فرد كتوتل صك من 27 ل 30 كيلو، تلت السك ده هو نصيب حضرتك اللي بيكون متوسط من 9 ل 10 كيلو، والتلتين بيتم توزيعهم على الاسر الاكثر احتياجا. احنا مش بنستهدف بس تقديم الصدقه، ولكن طول الوقت حريصين ان هي تكون افضل انواع الصدقات. ان شاء الله بفضل ربنا عز وجل مش هنبح 20 ذبيحه ولا 30 ولا 40 لا انا مستهدف باذن الله 50 ذبيحه وده تحدي بس مين دلوقتي اللي هيتصل ويقول انا رقم واحد انا رقم الاضحيه الاولى او انا رقم الصك الاول اوقات كتيرة جدا الظروف المادية بتخليني ان انا زعلان ان انا مش هجيب ذبيحة لوحدي، وانا اعرف ناس ما دام مش هيجيب ذبيحة لوحده مش بيرضى يدبح، لا، عشان كده مؤسسات المجتمع المدني ده دورها انها تجيب لك أفضل أضحية بأفضل سعر، احنا منتظرين دعمكم ومساهمتكم معانا على 15 740 وكل سنة وانتم طيبين. طيب نعرف بقى حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة بداية اللي أنا أعرفه إن في نوعين مختلفين من السكوك صح كده؟ ده بقى في ثالث دلوقتي الله بس كمل بس وانا هقول لا طب ده انا اللي <applause> عايز اعرف منك إيه قول بس وانا وانا هزود اللي انا عارفه ان هو الذبيحه اللي ممكن أي. يشتركوا فيها سبع اشخاص تمام بقى السهم بتاعها ب 7000 بعد ما كان ب 8000 تمام واللي انا عارفه ان شاء الله المعلومات كلها كل ما شاء الله ده كله طازه طازه <applause> بيجي لي اول باول ما الله والصك الثاني اللي هو اللي, اللي بقى في الحاله دي بتبقى تمام. الصك بتاعها ب 10000 تمام كويس جدا ايه بقى الثالث؟ الثالث بقى دوت اللي مش قادر يعمل الخروف ب 10000 جنيه ولا قادر يدخل في السبع اللي هو 7000 جنيه يبقى سهم بقى عاوز بقى بس نفسه يكون في اليوم دوت يكون ليه نصيب ان بيت من البيوت يدخل له حته لحمه هو أيوة شارك فيها فبيبقى في صك الصدقه بقى ده أوكي. مساهمه أوه. انت بصدقه بتتصدق بقى باللحمه هذه المره مش أيوة. بمال بس أيوة. تصدق بتدفع قيمته 1000 جنيه لانه برده بيساعد وبيوصل فالواحد ما يبقاش حرم نفسه يعني خلينا خلال نتكلم عن اهميه الشعيره العظيمه دي شعيره الاضحيه هذه الشعيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها طوال طوال حياته صلى الله عليه وسلم من أول ما بدأها أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها والأهميتها النبي صلى الله عليه وسلم حبش أن حد يحرم من أمتي لما سئل عنها قال سنة أبيكم إبراهيم عن الأضحية وعرفنا أنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها فتحج عن صاحبها وأنها لتقع من الله بمكان يعني الدم هذا الدم الذي يراق لله سبحانه وتعالى يقع من الله سبحانه وتعالى المكان، فدي شعيره عظيمه مهمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، ضحى بها عن نفسه وعن فقراء المسلمين، لما ذبح الذبيحه الاولى قال اللهم ايه؟ اللهم ان هذا عن محمد وال بيت محمد، والثانيه قال اللهم ان هذا عن فقراء أمتي من المسلمين، فحرص النبي ان هم يؤجروا على هذا الامر الفقراء يعني ده بيقول للي قادر او اللي عنده استطاعه ازاي الموضوع مهم لدرجه ان انت ما ينفعش تفرط فيه. طبعا طيب انا دلوقتي جرت تعدي ان انا بدبح في البيت عندي وكل مره بيبقى ليا ذبيحه وتمام بقدر اعمل ده. ولكن مع الوقت الاسعار اختلفت فانا ما بقتش قادر دلوقتي ان انا اجيب ذبيحه. فيجي لنا بقى يسر الاسلام يبان في الجزئيه دي. يسر الاسلام يبان في ان ان الانسان مش مطالب ان هو يجيب ذبيحه كامله لوحده وكبيرة لوحده. ده ربنا سبحانه وتعالى يسرها لك وقال لك انت ينفع تدخل مع ناس وتشترك في نصيب ويكون ليك نصيب ما يقلش عن الصبح. طيب انا دلوقتي هقعد ادور على حد من جيراني هقعد ادور على حد من قرايبي اجيب معاه وارد ان انا الاقي وارد ما الاقيش لو ما لقيتش الحل انك تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لك مؤسسات المجتمع المدني زي مؤسسه نبض الحياه بتقول لك احنا بنجمع الشركاء اللي انت مش لاقيهم بنجمعهم لك <applause> طيب لو لقيت عندك هتلو يعني خلاص احنا لو ما لقيتش احنا موجودين م. طب لو لقيت عندك هتلاقي الدبيحة نفسها بتامن باهظ جدا وغالبًا مش هتقدر تجيبها بنفس الكفاءه اللي المؤسسات بتجيبها لان احنا بنروح مزارع كتيره جدا بندور بنفسنا معانا ناس متخصصين في هذا الامر بيجيبولنا افضل افضل نوع من انواع الأضاحي. وكمان ولا هيقدر يوصل للاكثر استح... احتياجا واستحقاقا زي ما انتم كمؤسسه تقدروا توصلوا لا ده احنا لسه واخدينها خطوه خطوه آه. آه. فده الجزئيه دي وانا عايز اقول لحضرتك ان ايه اللي يخلينا ننزل بالص... بالصك من 8000 جنيه ل 7000 جنيه ما احنا كنا قادرين نخليها ب 8000 جنيه ولكن كل ما نلاقي فرصه ان احنا نجيب اجود حاجه باقل سعر بنعمله م. حتى لو كنا اعلنا قبل كده ان الصك ب 8000 حتى لو كنا اعلنا قبل كده ان الصك ب 8000 مش هيفرق في حاجه خالص بالعكس احنا بنعمل الافضل والاحسن صنا على ان تكون الاضحيه لحم بلدي لحم بلدي من مرعى كويس جدا بنروح نشوفه بنفسنا وبفضل الله سبحانه وتعالى مش يعني حتى الصور اللي بتبان قدام حضراتكم كلها كلها من الحاجات اللي احنا هنجيبها احنا مش بنصور في حته او مش بنعرض حاجه وبنجيب من حاجه تانية لا هي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي ظهر في الصور دوت هو المكان اللي احنا بناخد منه وده شكل الايه الاضاحي اللي احنا بنشتغل بيها بفضل الله سبحانه وتعالى وده حرص على ان احنا نوصل لافضل قطعه لحم كنا قادرين نجيب مستورد ونخفف ال الصق شوية وممكن كمان يبقى كده أكتر ولكن هي الفكرة كلها أن أنت زي ما تعلمنا كده من أمهات المؤمنين كانت تطيب الصدقة ليه؟ فإنها تقع من الله بمكان كذلك هذا الأمر, هذا الأمر يقع من الله بمكان وفي القرآن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ومن جملة التقوى أن أنت تبحث عن أفضل ما تقدمه لله سبحانه وتعالى ده بالنسبة للإيه؟ للجزئية بتاعة الاشتراك طيب تيجي للجزئيه الثانيه بقى واللي هي الاهم. هو انا عامل الاضحيه علشان نفسي واللي حواليا ولا علشان التوسعه على المسلمين في اي مكان؟ التوسعه على المسلمين في اي مكان انا ما اقدرش اعملها لوحدي لان غالب غالبنا اغلبنا يعني بيشتغل في المحيط بتاعه، طبعا. انا حضرتك وانا ساكنين في منطقه معينه فبنصب في نفس الايه؟ المكان. لكن الفرصه الاكبر والاوسع مع مؤسسات المجتمع المدني انها بتغطي اكبر طبعا. قدر من الناس وفي مستويات مختلفه وفي اماكن مختلفه وخصوصا ان احنا لنا سابقات كثيره جدا في التعامل معاهم سواء كان مفصلات الميه طبعا. او حاجات طبعا. وده بيز عظيمة عندكم من, هذا عارفين من خلالها فعلا الناس الاولى والاكثر مش بس احتياجا كمان الاكثر احتياجا ده من وجهه نظر الناس اللي محتاجين مثلا وصله ميه او تسقيف بيت لا احنا بنشوف كمان الناس اللي قافلين بيتهم لا بيقول لك انا عايز وصله ميه ولا بيقول لك انا عايز سقف بس نفسه ياكل ولو مرة لحمة كويسة صحيح طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نفتح ملف جديد مع الشيخ حافظ عبد الحليم خليكم معانا يا اهلا بكل حضراتكم مرة تانية خلونا بقى قبل ما نفتح ملف جديد مع الشيخ حافظ عبد الحليم اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهارده من طاقة نور عايز افكر حضراتكم الاول بالعناوين المختلفة لمؤسسة نبض الحياة. المقر الرئيسي للمؤسسة موجود في الدقي في الجيزة في حين ان في ثلاث مكاتب او ثلاث فروع مختلفين لنبض الحياة موجودين في اسكندرية وطنطا وكمان في المنصورة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن سقي الماء وسقي الماء حدوتة طويلة وعريضة الحقيقة شبه متخصصين فيها جدا مؤسسة طبط الحياة طبعا هم عاملين كل حاجة كما ينبغي ولكن ملعبهم الحتة دي حتتهم يعني بدرجة كبيرة جدا تعالوا ناخد فكرة مبدئية كده من خلال ده عن أنا بكلمكم عن إيه ونرجع نعرفكم التفاصيل اتفضل نيجي نسلم البير والناس بتنتفع منه وبعد كده بنمشي لكن النهارده لما نيجي نسلم البير دخل وقعد انت بتعمل ايه هنا يا دكتور انا قاعد والله جنب ست ام محمد الجميله ديت والله بجد دعوتها حلوه وهي نفسها يا عم حافظ والله عظيم اكتر المحافظات اللي بتحتاج اهلها ان حد يحفر لهم بير التوازي هل وجه ابلي بالضروره ولا مش شرط كل مكان بيبقى ليه طبيعته م. فممكن يبقى قريتين جنب بعض القريه دي محتاجه والقريه دي مش محتاجه مو قريتين جنب بعض طب بناء على إيه بقى بناء على طبيعه التربه العمق اللي بيطلع منه الميه م. طبيعه الميه اللي بتطلع يعني في ممكن قريه تكون واخده يعني قريتين جنب بعض بس دي تابعه المركز ودي تابعه المركز تاني تمام. فالمركز دوت عنده وحدات معالجه او محطات تحليه بتاعه آه. المواسير اللي بتيجي من هنا بتاعه البلديه دي فخلاص بتجيلهم بشكل كويس جدا والتانية واصل لهم الميه ولكن مش مش بشكل كويس او مش جيده فمش عارفين يستخدموها فاغلب استخداماتهم بيبقى ايه للغسيل والتشطيف وخلاص لكن الاكل والشرب والاستخدام الشخصي اللي هو اصلا المفروض يكون صحي مش متاح بالنسبه له فيبقى البلدين جنب بعض فده محتاج وده مش محتاج طيب بنعمل وطبعا احنا اغلب المناطق دي بتصدق كلها على وجه ايه ابلي بنسبه وجه ابلي بنسبه اكبر وفي وجه بحري وان كان الاحتياج ولكن الاحتياج مش للابار الارتوازيه ولكن لوحدات بقى معالجه عشان كده احنا دلوقتي الابار الارتوازيه بدانا نستعيد عنها بالوحدات المعالجه اللي عايز بيرتوازي بنعمله ولكن احنا وجهتنا وجهه نظرنا ورؤيتنا بتقول ان احنا عاوزين نرتقي شويه نرتقي ان احنا نقدم خدمه بشكل افضل لعدد اكبر بشكل اجود تستمر فتره طويله جدا فيها امكانيات جديده فيها اجهزه احدث كل ده اكيد كل حد متبرع بيبقى نفسه انه يوصل لاحسن حاجه. اكيد. لان انا مش ببقى عايز ادفع فلوس وخلاص وابقى اسمي عمل نوع معين من انواع الصدقات مش هلكلك كمان في عمل الخير. اه مش طبع. لان الناس حريصه طبع. يعني ايه حريصه على ده. طبع. فحرص الناس على ده بيخلينا ان احنا نجتهد جدا في ان احنا نوصل لافضل حاجه. فبعض المناطق احنا فعلا بيصلح فيها ان انت تعمل بيرتوازي او ينفع تعمل فيها ايه؟ آه وحدة, وحده فبنشتغل وحدات المعالجه في بعض المناطق لو قدرنا نجمع وحده معالجه او محطه تحليه بنعمل وحده المعالجه او محطه التحليه الكبيره ديت بنعملها في المكان أه لو ما فيش بنعمل ايه الابار الارتوازيه طب ايه الفرق يعني ايه اللي يخليني انا دلوقتي حد قاعد مثلا بعد لما افكر انه يعمل بير ارتوازي وعشرين 25000 25 جنيه انا بقول له ال 25000 هنعمل لك بيهم بير ولكن الافضل انك انت تحطهم معانا في ايه وحدة. في واحده في وحدة ايه ايه وجه الاستفاده اللي هو يستفيدها اول حاجه حرصي وانا بطلع الصدقه انها تؤدي الخدمه بالشكل الامثل طبعا واحسن من, من البشر فده متوفر طبع. فين متوفر في وحده المعالجه طبعا طبع. طبع. تمام طبع. انها ممكن تخدم قريه باكملها صحيح. انا بدل ما اعمل مثلا 20 او 25 او 30 واحيانا بيوصل بال100 بير في قريه انا ممكن اغذيهم كلهم بدل ال100 بير اغذيهم بايه بوحده معالجه واحده بس تكفيهم اه تكفيهم وبتبقى موجودة في مكان رئيس كده في مركز في يعني نقطة مركزية في البلد أو في القرية فبتخدم أهل القرية كلهم المية بتاعتها اللي بتطلع ده الأمر أو الأمر الثاني أن الخدمة تقدم تكون جيدة بحيث أن الناس تستفيد منها بشكل أفضل أو. طب الاستفادة من البير الارتوازي زي وحدة المعالجة إطلاقا زي بالظبط كده يعني هدي مثال اللي احنا كلنا بنشوف اللي بيشرب ماء من الحنفية غير اللي بيشرب من ماء معدنية طبعا تمام أكيد. ده, ده يعني ايه انا طبعا مش بقول انا بقرب, بقرب بس وجهه ده النظر ده يعني طيب ومع ذلك تخيل بقى اصلا لما بتشرب من ميه افضل من الميه اللي احنا بنشتريها اللي احنا الميه بنحضر ازازه الميه اللي بنروح ندفع فيها مبلغ آه معين الوحده المعالجه دي بتطلع جوده الميه افضل منها واحسن منها بكتير أنا سامع إن في وحدات معينة بتستخدموا فيها كمان الليزر الليزر وحاجات زي كده. أيوه طبعاً عصر. كل كل الوحدات اللي شغالين فيها دلوقتي حتى الوحدات اللي احنا بنعمل لها إعادة إحلال وتجديد برضه بنشتغل فيها بالأجهزة الحديثة كلها سواء الفلاتر الرملية أو الليزر. يعني تفاصيل ما شاء الله لا قوه الا بالله بتبان في التقارير معاك بس انتوا كده كده التكلفه حفر الابار ثابته بنوعين الابار سواء بئر ارتوازيه او تجميعيه أيوه. في الحالتين هم 25 اه 25 طيب عمليه الحفر بتاخد وقت قد ايه في البئر الارتوازي؟ يعني ممكن تاخد من شهر ل 45 يوم ليه؟ لان انت برضه بتجمع عدد عشان تقدر تاخد من المقاول افضل سعر يعني آه آه انا لما اقول له اعملي مثلا آه بير طبعًا ولا اتنين آه يبقى التكلفه بتاعتهم ده, ده الامر الاول الامر الثاني انك انت برضو لما بتجيب المكونات بتاعه البير الارتوازية انت بتحتاج فلاتر وبتحتاج مواسير وبتحتاج حاجات معينه فلما اروح اجيب حاجات ل 10 ابار دولة او او خمس ابار غير لما اروح اجيب لخمسين 50 او 60 او 70 طبعًا بير طبعًا بيفرق معايا جدا طبعا آه الامر اللي بعد كده انك انت لما بتروح مكان نفسه مطلوب مثلا في الشارع الواحد هتعمل ثلاث او اربع ابار ادي شارع ثلاث اربع ابار شارع تاني ثلاث اربع ابار في قريه واحده في محيط واحد في عزبه واحده فانا مش هروح اعمل بير او اتنين وبقيه العزبه وبقيه آه القريه طبع. الناس يتفرجوا عليا آه ويبقى يعني انا تسببت ليهم في, في يعني طبع. ايه حصره شيء من الحصره ما انا كان نفسي البير دوت يكون عندي ما انا يا جماعه عندي كشف باسماء 20 واحد او 50 واحد او 100 واحد في القريه ديت محتاجين ابار ارتوازيه طيب انا <applause> اقل حاجه اقل حاجه اعمل نصهم اعمل نصهم ليه عشان خاطر الجار ده الشارع دوت يستفيد من الشارع طبعا. ده فيبقى الشارعين جنب بعض فده برضو مهم جدا بيخليني برضو ان انا اطول شويه في الايه في المده بتاعه حفر البير لحد لما اجمع اكبر قدر من الايه من الابار ان امكن برضو خلونا ناخد فكره برضو كده تانية من خلال التقرير اللي جاي عن طبيعه <applause> الحياه والظروف اللي اهالينا بيعيشوا فيها وتحديدا اهالينا اللي بيحتاجوا ان يتحفر لهم ابار ارتوازية تابعوا معنا تفضل النهارده في حملة سقي الماء مع مؤسسة نبض الحياة، النهارده بنقضي مع بعض في اللحظة ديت على النوع ده من الطرمبات الحبشية، هو ده اللي مؤسسه نبض الحياه بتحاربه والحمد لله رب العالمين النهارده يا جماعه بنزلها تماما بنشيلها من تحت الارض بنقول خلاص مفيش مكان للطرمبه الحبشيه النهارده تاني من النهارده باذن ربنا سبحانه وتعالى مفيش مرض دي كانت وسيله الميه بس في الحقيقه هي وسيله المرض ليه؟ لان المياه دي كانت بتخ... بتعمل ايه؟ هما بيشربوا منها والعياذ بالله تجيب لهم فشل كلوي، الاطفال الصغيرين، احنا كان عندنا في مؤسسة نبض الحياة هم كبير على اكتافنا في ان احنا لازم نقضي على الطرمبة الحبشية، الطرمبة الحبشية اللي كانت حمل تقيل على اخواننا واهلنا هنا، الناس كانت بتعملها على ان هي تقدر تجيب شوية مية، لكن شوية مية ما يصلحوش للاستهلاك انا اسف الحيواني، فما بال حضرتك بالاستهلاك الأدمي، طب ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وقدرنا إن إحنا نقضي على الطلمبة الحبشية لازم نحقق إيه؟ حلم الناس وأمل الناس وحياة الناس بالآبار الإرتوازية، الآبار الإرتوازية اللي, اللي بتغطي مش إحتياج فرد ولا اتنين ولا تلاتة، حياة شارع ويمكن حي بالكامل. مؤسسة نبض الحياة بتقضي النهارده بالفعل على أرض الواقع على فكرة الطلمبات الحبشية. اللي كانت منتشرة في أنحاء محافظة بني سويف وعد ان شاء الله الترمبه دي مش هتشتغل تاني وعد ان شاء الله يا باشا وعد ان شاء الله ان هي تعبانه ده بطلع رمله وبطلع ميه وعكر من تحت مش نظيفه محمد البير دي يا حاج محمد طبعا الله والله, والله, <applause> والله. ربنا يبارك لك يا رب احنا النهارده النهارده انا عارف ان, إن والله العظيم دموع دموع صدقة دموع الفرحه دموع السعاده والسرور بالعمل الصالح ده جبت لنا الميه لحد عندنا كنا بنملى ونشحت الميه الحمد لله يعني ما كانش فيه خالص بس الحمد لله نشكر مؤسسه نبض الحياه ان جابت لنا ميه لحد هنا والله العظيم والله العظيم كنا بنروح نملى ميه من سخر الدنيا والله الحمد لله ربنا كرمنا عشان احنا خطر عشان احنا اللي عاملينه ده بنمنع على الحمار ونفضي في البرميل والناس تملى من الحرفية وتشرب طب البير دي بقى بتخدم بها قد ايه؟ يعني بنخدم هنا فيها قد ايه؟ كم حد بيشرب من البير دي؟ يعني. ان شاء الله كده يعني عندنا حوالي بتاع 12 15 بيت في المنطقه دي كده. ناس كثيره والله بتملى المنطقه دي كلها. يا رب يخليك ويا رب يعليك ويا رب يهنيك. مسيرتنا في مؤسسه نبض الحياه في حمل سقي الماء وفي الابار الارتوازيه تحديدا احنا بنكون جادين على اختيار المكان ورعايه الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا لان صداقتكم دي امانه في ايدينا فلازم نوصلها لمستحقين جميل طيب في حال ان في حد بيتابعنا وحابب قوي ان هو يتبرع بحفر بئر ارتوازية وهو عارف مننا ان التكلفة 25000 ألف جنيه تمام وال 25000 ألف جنيه مش حاضرين بالكامل معاه وضعه ايه؟ ايه ال الاختيارات اللي قدامه؟ طيب هو الاول لازم نوضح احنا ليه ليه بنروح نعمل ابار ارتوازية؟ هنقول كم حاجة كده من احتياج الناس هناك اتفضل الامر الاول في احتياج الناس هناك ان المية غير صالحه للشرب واحنا بن ب ب ب يعني ايه بنستعيد عن عن امر عاشت الناس عليه سنوات طويله جدا كانوا بيشربوا من الترع وبيشربوا من ال... التربات الحبشية و... اللي طبع. تسببت بالفعل كثير جدا من الامراض موجوده عند عند اهلنا الموجودين اللي تسببت في حالات وفاه <applause> ما لهاش عادة ايوه وهم هناك لما بتروح <تصفيق> معذره <تصفيق> بتلاقي ان الناس الكبار الاباء والامهات هو مش طالب لنفسه بيقول لك عشان ولادي ان انا خلاص بقول لك انا خلاص انا يعني هموت ربنا يبارك في عمر الجميع يا رب العالمين ولكن بيقول لك اللي جالي من الامراض والكلام دوت مش عاوز يجي لأ لاولادي فده حريص على اولادي يبقى احنا بنحافظ على الحاله الصحيه وده طبعا امر يعني ما فيش حد يختلف عليه ان حي. انت حريص لان انت بعد كده هتلاقي نفسك بتحتاج تبني له مستشفى عشان يتعالج من الكبد بتحتاج تبني له وحدات غسيل كلوي أيوة. فانت من اعلى من المحطات والاوبار فاحنا من الاول بن ايه بنقول الوقايه خير من العلاج صحيح الامر اللي بعد كده لما هم بيروحوا يعني ما فيش خلاص الميه مش عارف اتحصل على ميه بشكل كويس بروح املى من اماكن بعيده فانت برضه ريحته من امر ان هو يروح يملأ من اماكن بعيده فانت جبتها له لحد عنده فده مهم جدا ده بشكل سريع كده شكل الوضع هناك ارد بقى على الجزئيه بتاعت حضرتك انا دلوقتي عاوز اعمل بير التوازن في اصناف من الناس في حد بيحب ياخد يكوش على العمل لوحده كده وانا بقول كوش عشان تكويشه في الخير يعني فهو يحب ان العمل يكون ليه خالص ويسال ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا يعني ما حبيتش حد يشاركني فيه عشان انا يعني ايه طمعان في الاجر اللي عندك يا رب والنوعيه دي كتير جدا يعني اغلب اللي بيعملوا ابار بيبقى حريص جدا انه يعمل بير لوحده. فبنقول له خلاص ما دام الدنيا متاحه معاك ال 25000 تمام طب لا انا عايز اعمل البير كامل لوحدي بس ال 25000 مش متاحين معايا. بنقول له في يعني اختيار كده موجود عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كل الملفات اللي احنا شغالين فيها وفاتحينها هو فكره التقسيط ان انت م. تبدا تحوش معانا ثمن الايه؟ البير لغايه لما يكتمل لغايه لما يكتمل, لما يكتمل. حلو يعني على قد ما تاخد المده مفيش مشكله م. يعني براحتك يعني انت كل واحد اضرب بمدته كل ما حد بيجيلك المندوب بتتصل بينا على 15 740 بيجي لك المندوب بتطلب من المندوب ان انت هتقسط ثمن البير ده فكل شهر هتدفع مثلا مبلغ كذا بتاخد الايصال بمكتوب عليه قسط بئر بتحوش الايصالات عندك لحد اخر ايصال بتقول يا جماعه انا كملت كده فاشتغلوا في البير فالبير بيه ايه؟ بيتم نبدا نشتغل فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب في حد لا اقدر اقسط معاكم البير ولا اقدر ادفعه بشكل كامل ولكن اقدر ادفع جزء بسيط منه. يبقى يشارك مع هل في نسبه معينه؟ لا ما فيش نسبه معينه. لو 100 جنيه وقلت يا جماعه حطوها في بير التوازي بتتحط في بير التوازي. ده بيبقى في حد بيدفع 100 هنا، حد بيدفع ألفين هنا، حد بيدفع 5000 آلاف عشان مثلا بتروح تتبرع يعني. من خلال البنك او البريد المصري بيبقى في بند معين بيكتبوه او في مساحه معينه هم يقول لك انا عايز اتبرع بالمبلغ ده في الحاجه الفلانيه بيكلمنا بقى حلو آه السؤال ده خلين. جدا جدا حلو السؤال ده آه. بيكلمنا بيروح يدفع في البريد بيقول انا ادفعه في حساب مؤسسه نبض الحياه م. هو بيتحط في الحساب بس لان الحساب طبعا كده كده بيبقى مراقب من ايه من وزاره التضامن الاجتماعي وفي الرقابات الجهات الرقابيه فالجهات الرقابيه بتبقى عارفه ان في الحساب بتاع المؤسسه دخل مبلغ كذا ايوه طب التوزيعة دي بتبقى داخلية في المؤسسة م. نفسها بيكلمنا على نفس رقم 15740 بيقول يا جماعة أنا دفعت مبلغ كذا والدار المسلسل بتاعه أو الرقم بتاعه آه، أوكي. فبيدينا الرقم المسلسل بتاعه رقم التحويل اللي هو حطه حطه في البريد أو حطه في البنك أو حتى في الإيه في الأرقام اللي سواء كانت الأرقام اللي هي متاحة ديت آه فبيعرفنا آه. بالمسلسل بتاعه بالرقم دوت فاحنا بيبقى عندنا على السيستم خلاص بنشوف ان في جات لي رساله ان الرقم اللي جات لك تحويله بالرقم الفلاني بالمبلغ ده طب انت عايز تحطها فين عايز احطها في الابار الارتوازيه فخلاص آه. عندي بتوزع على السيستم آه. على ان في دخل عندك 100 جنيه او او 1000 جنيه او 10000 جنيه او مبلغ ايا كان مبلغ للابار الارتوازيه بتسمع معايا في السيستم ان انا اكتمل عندي بئر ارتوازي من تجميعات الناس المبالغ الايه؟ ايوه النثريه دي فبيتم عمل البير بشكل ايه؟ مباشر على طول خلاص بيدخل بينتقل لمرحله تانية انه يتعمل البير اقبال الناس بقى عامل ازاي؟ والله اقبال الناس على محطات التحليه يعني خدنا خدهم شويه من الابرة التوزيع من اه هو وده يعني امر محبب مش وحش برضه ده امر محبب جدا بارد. على فكره يعني ده امر محبب يعني انا لما بسال في هذا الامر بقول لا خليك في دي لان انت 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 بتختار بتخير بين امرين في حاجه اعلى وافضل لا انا هختار الاعلى والافضل وانا بقول لنفسي كده يعني لو انا المبلغ ده انا اللي هدفعه هحطه في الايه في وحده المعالجه ومحطه التحليه عشان خيرها هيعم على كم كبير جدا أوه. من الناس وما دام انا عندي بالأضاء. امرين بختار بينهم لا بختار الافضل والاحسن صحيح الا اذا كنت انا حابب لا يكون العمل بتاعي انا لوحدي واسمي عليه رجاء ان حد يدعي لي دعوه بقى حد يشرب منه فيفتكرني بكتب مثلا وده عليه وده برضه امر برضو محمود والكل بيرجو الثواب من الله سبحانه وبحمده. طيب احنا هنطلع اخر فاصل بقى في حلقه النهارده ونرجع لفقرة خليكم معانا عودة من جديد لحلقتنا النهارده من طاقة نور اهلا بيكم مرة تانية خلوني افكركم سريعا بعناوين مؤسسة نبض الحياة هي كده كده هتظهر حالا قدام كل حضراتكم على الشاشة وبشكل مفصل زي ما انتم شايفين الدقي في الجيزة ده المقر الرئيسي في حين ان الثلاث عناوين المتبقية هي ثلاث فروع او مكاتب لنبض الحياة موجودين في اسكندرية وطنطا وكمان موجودين في المنصورة. تعالوا بقى نتكلم عن وقف النخيل بس خلوني الاول نفتح الكلام بمتابعتنا للتقرير ده ونرجع لكم في التفاصيل اتفضل. شوف الجمال والعظمه بقى الحاج انا اول ما شفته نزل من الاتوبيس سجد لله سبحانه وتعالى سجده لله. انا شفته بعيني اسر حمد. السجده دي والله انا كنت بتمنى من كام سنه ان انا اجي الارض هنا واللي بسمعه من التلفزيون وصدق الكلام اللي انا داخل قلبي اول ما جيت شيء الهي كده اتوضيت دخلت دوره الميه ولقيت الحمد لله مياه عذبه واتوضيت وأول حاجة عملتها سجدت لله على الرمل اللي أنا كنت بتمنى آجي فيها هنا. السعادة اللي أنا شفتها وشفت البتاع أكني أنا رايحة أحج. والله العظيم ثلاثة أكني رايحة أجي أحج. عملت النخلة دي لمين بقى؟ دي عملتها لوالدي ولوالدتي الله يرحمها. والتانية ليا والوالدي ومراتي جاية أعمل لجوزي العميد رفاعي درويش رفاعي عشان هو أكرمني وكنت بتمنى إن أنا أعمل له حاجة ما صدقت إن أنا جات لي فرصة إن أنا شفت في التلفزيون قولي لمؤسسة نبض الحياة والله بقول لكل الشعب المصري يا جماعة اللي عمل لعياله يعمل لنفسه ونشكركم على ان أنتم بذلتوا مجهود إن في ال... في الكامب الصحراء ده ان تبقى حضر انا الامان من ساعه ما ركبت الباصات بتاعتكم وجيت هنا انا في فرحه مش قادره اقول لك مش فرحه مش... جوزي ما ماتش جوزي دلوقتي في حضني ربنا يبارك لكم يا رب ربنا يبارك لكم طب دلوقتي انا معايا 5000 جنيه وعاوز اتبرع بنخله أوديها لأي مؤسسة؟ أنا دلوقتي معايا 10,000 جنيه عايز نخلتين وأزرعهم دلوقتي. إشمعنى دلوقتي؟ ليه؟ لأن الراجل دوت حبيبي وبعدين بالصدفة قال لي أنا رايح أعمل كذا 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 في نبض الحياة وبتاع. فقلت الله طب ما أنا ليا أم وأب أنا بحبهم قوي رحمة الله عليهم. وبعدين لهم حقوق علينا. طب نعمل لهم صدقة جارية ونبقى إحنا الولد البار اللي هو يفضل رامي حسنات ليهم الى الى ربنا سبحانه وتعالى دخلهم في اعلى عليين لما جيت وشفت الكلام على ارض الواقع بقى هو ده كان الحافز انك عايز تعمل دلوقتي انا هبكي انا فعلا هبكي لاني انا اتمنى زي ما انا فكرت في امي وابويا اتمنى في هي اللي فكر وانا هاجي السنه الجايه لو ربنا اداني العمر هاجي السنه الجايه وهعملها ليا والعميد رفاعي درويش رفاعي اصلا هو كان في سلاح الطيران ورساله لكل واحد بيشوفنا دلوقتي بتقول هاجي تاني، عارفين دي معناتها ايه؟ الثقة والمصداقية في نبض الحياة خلتها تقول هاجي أعمل تاني معاكم. يلا سارع بعد اللي حضرتك شفت دلوقتي وسمعته بودنك اتصل على 15 740 وما تترددش. عظيم تعالوا بقى نعرف وخصوصا ان الشيخ حافظ لسه جاي من ايام معدوده من فتره قريبه جدا من اخر رحله واخر انا بسميها دايما الطلعايه، الطلعايه الاخيره اللي راحوها وعايزين نعرف بقى شاف ايه وايه اللي استجد هناك؟ استجد ان المكان زهزه الله منور الله وبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه البركات بانت فيه بفضل جميل. الله سبحانه وتعالى. جميل. جميل. وفكره ان المساحه التكميليه اللي احنا عملناها دي هناك بفضل الله سبحانه وتعالى فرقت جدا معنا ومع الناس نفسيا. طبعاً. اللي كان رايح على ارض جديده بعد لما قلنا ان احنا خلصنا دوت فاحنا يعني ربنا يسر وخدنا المساحه التكميليه المساحه التكميليه دي للزراعه. فاللي كان رايح كان متوقع ان رايح على ارض جديده فتفاجئ بالمساحه آه. التكميليه ديت آه. فرح ان هو شاف نخلته القديمه بقى طبعا فتخيل بقى هو في ماشي في العربيه فطريق بقى في نفس طبع. المكان طبعا وكنت بقول ان اللي عمل نخله لحد من من قرايبه وكان نفسهم يبقوا جنب بعض لانه بيعمل في كل المرحله فربنا سبحانه وتعالى سخرها له ويسر له من عنده انها جت جنب بعضها في نفس المنطقه آه من الحاجات اللي لاحظتها برضو آه انا يعني ايه كنت بتكلم فيها في برنامج وقلتها قلت انا لاحظت ان المره دي في الموسم ده كمية أطفال كبيرة جدا جاية مع أهاليهم. خدت بالي من شوية تقارير عرضناها في حلقات سابقة، خدت بالي وكان في حرص آه. جديد من كتير من الأهالي إن هم فعلا يعني يسقوا ولادهم إنجاز التعبير حب عمل الخير. مع العلم يا أستاذ كريم بإن اللي جاي ده مش أول مرة يجي. م. جاي وهو عارف المشوار والمسافة وعارف ال آه. ال الم... الم... يعني التعب اللي هم بيتعبوه هناك ومع ذلك ما فرقش معاه إن ابنه هيتعب شوية ولا حاجة، معاني. في حين إن ده بيخالف فطرة الأب أو ال... أو الجد. آه طبعا. لا أنا بقى عايز يرتاح مش بهم بهم مهم أنا أتعب لكن حرص الناس على إنهم ياخدوا أولادهم معاهم كانت ظاهرة بصراحة من أكثر الظواهر اللي عجبتني في هذا الموسم هي. في الزراعة دي. معنى كده إن الناس لمست حاجة في المكان عايزة تورثها لأولادها أب عايز يورثه لأولاده جد عاوز يورثه لأحفاده انه هو عاوز يعلمهم معنى ان انا بعمل ده عشان انتوا تكملوا المسيره من وراي مم. فكانه بي بيقول ان انا مش هنقطع عن المكان ده، انا موجود وناس لي كمان حيكمل بعد هيكمل فبيقول لهم ان الارض ديت ما تسيبوهاش ولا تفرطوا فيها، طبعا. دايما في كل مره عندكم فرصه ان انتوا تيجوا المكان ده تزرعوا فيه وتبصوا عليه روحوا المكان ده. ومن حسن حظ الناس دي ان سبحان الله فكره الاكستنشن او الامتداد اللي توفر <applause> يعني نفس المكان اللي اوريدي معمول فيه بقى واحد يعني الابار والطاقه الشمسيه الى اخره وكان سبحان الله يعني ان في ناس كانت ممكن تزعل ان هيفوتهم حي موسم زراعه كتير جدا كده لا كتير جدا كانوا زعلانين من الموضوع ده اكيد وناس كانت من الموسم اللي قبلها خلاص في اخر مره احنا ماشيين كانوا عمالين بيقولوا طب احنا نقدر نيجي المكان طب نيجي نشوف بعد كده طب هنيجي لوحدنا طب الرحله الجميله دي يعني كل ده كانت تساؤلات في اذهان الناس ولكن ربنا سبحانه وتعالى له تدابير اخرى انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ونعم بالله واحنا لو كنا فعلا فكرنا وقعدنا ندبر ان احنا نعمل الكلام ده ما كناش عارف. ما كناش هنعرف نعمله لانه ما كانش في الحسبان اصلا ولكن صحيح. ربنا سبحانه صحيح. وتعالى اراد فقول سبحان الله مكان زي ده ألف فدان أه كان صحره فجاه يعمر وناس تروح المكان ده وناس تصلي فيه وناس تذكر الله سبحانه وتعالى فيه بقول ان ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم لما حكى عن بعض المجرمين نسال الله العافيه رب العالمين قال لما ماتوا قال فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين فالعلماء قالوا ان الارض ان في مواضع بتشهد للانسان بالعمل الصالح مواضع في الارض ومواضع في السماء موضع صعود العمل انا لما اجي في ميزان حسناتي يوم القيامه وفي الصحيفه بتاعتي كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب ان احنا ناخذ كتب يعني كتبنا وصحائفنا بايماننا يا رب يا العالمين يا رب امين يا رب العالمين فلما افتح الصحيفه بتاعتي يوم القيامه كده والاقي ذكر الله في ارض الفرافره في يوم من الايام انا عمري ما كنت اروح المكان ده ايه اللي يخليني اروح رحت في عمل صالح بعم بعمل صالح لعمل صالح في مكان ارجو فيه من الله سبحانه وتعالى ان يشفع هذا المكان علاوة على إن العمل بقى اللي أنا عملته النفع اللي أنا نفعت بيه الأرض دي وعمرت الصحراء وعملت فيه وقف يظل امتداده إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى وتكون سنة للي بعدي إن الأمر ينتشر في في العالم كله إن الناس تبدأ تتجه لهذا الاتجاه وهو فكرة عمل الوقف اللي حتى تغني مؤسسات المجتمع المدني فبالتالي يزداد انتفاع الناس كل دي معاني وأنا أنا بتصور إن كل أهالينا اللي رايحين وهو راكب الأتوبيس وماشي في الرحلة دي عمال يفكر في ده أنا متصور أي. كده إنه كل ما يدخل المكان يقعد يتفكر في ده أي. يقول يا يعني أنا الله سبحانه وتعالى يباهي بي الملائكة إن أنا جيت المكان ده وعشان أعمل عمل الخير ده إحنا كنا بنتكلم من شوية عن مشقة الحج أي. وقلنا إن الحج يعني به تمام الإيه تمام العبادة هو تمام الأمر يعني فالله سبحانه وتعالى بيجعل في كل عبادة عظيمة فيها مشقة كل عبادة عظيمة لو بصيت ان هتلاقي العبادات البدنيه عباده بدنيه في الاسلام اكثر من غيرها مم. وفيها مشقه ولها الاجر الكبير يعني الصلاه عماد طبعا. الدين كلها عباده بدنيه انت بتتحرك اهو بتسجد وبتركع الصيام طبعا. عباده فيها مشقه بدنيه انت على نفسك وبعد كده بتدخل في الحج اللي هو يعني تقريبا كده احنا عندنا خمس اركان منهم منهم ثلاث اركان صحيح منهم ثلاث اركان كلها عبادات بدنيه فبالتالي لما تاخد منهم ان انت بتدخل بت 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 في هذا العمل بهذه العباده البدنيه ان انت تنتقل وتروح وتزرع صحيح. ما ده برده ليه اجر عند ربنا سبحانه وتعالى من مشقه تجربه التيسير في ان ربنا يجعل هذا المشوار برد سلام عليك 5000 جنيه يكونوا سبب في ان انا في بعد بعد مده من الزمن وانا اكون في يعني عند ربنا سبحانه وتعالى او على قيد الحياه يكون في بيت في بيت حصل له سعاده حصل له تفريج كرب طبعا. بسبب طبعا. نخله انا زرعتها طبعا. ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني. بعد كام سنه الاقي ان انا في قبري في نور بيجيلي طب جالي منين النور ده؟ نخله انت زرعتها في طير كان معدي واكل من النخله اللي انت زارعها دي، يعني طب اذا يعني كان الطير اللي كان من النخله دي انا انتفعت بيه، طب تخيل الانسان اللي ياكل طب تخيل لو حد استظل بظله فلاقي كل ده كل دي انا انا بتخيل كده بقول ان اللي راكب الاتوبيس وهو معدي صحيح. سرحان على سرحان في كل التفاصيل, دي. في كل التفاصيل دي معقول يا رب انا هلاقي كل ده والله سبحانه وتعالى اكرم واعظم وكل ما تحسبها هتلاقي في حسابات تانية خفية عند ربنا انت مش تقدر تحصرها ونعم بالله انا بشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده شكر جزيل وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله ربنا يبارك فيك يا حبيبي رب, رب يسلمك جزاكم الله خير وللساده المشاهدين والتحيه لكل حضراتكم وشكر جزيل على حسن المتابعه وان شاء الله نلتقي على خير سلام عليكم